بسم الله الرحمن الرحيم، نريد نجاوب على هذه بعض الأسئلة من الاختبار الرابع للتدريب أو للتدرب على القدرات مع الأستاذ زكي الشعلة. في هذه المسألة الأولى قال لنا أطوال مضلع مثلث 8 و 63، عادة أي ضلع في المثلث يكون محصور ما بين طرح العددين وما بين جمع العددين، ما بين طرح عدد ضلعين وما بين جمع ضلعين. فإذا عندي 8 و 3، فإذا طرحهم يصير السين تقع ما بين طرحهم 8 ناقص 3 وما بين مجموعهم 8 زائد 3، فإذا سين تقع بين 5 وما بين 11، إذن الإجابة فقرة جيم وهو العدد 6 الذي يقع بين 5 و 11. في السؤال الثاني قالين سين ناقص 3 يساوي 8، يعني قالين أوجد سين ناقص 4 لكل تربيع. إذا قال هذا سين ناقص 4 لكل تربيع، معناه أني لازم أروح أعمل في الطرف الأيمن سين ناقص 4. هنا عندي سين ناقص 3، يحتاج العدد إلى ناقص 1 حتى يصير ناقص 4. إذا خلينا هنا ناقص 1 لابد في الطرف الأيسر ناقص 1، فإذا يصير سالب 4، وهنا 8 ناقص 1 7، وبعدين قال لنا هنا تربيع، إذا لازم أربع الطرفين بصير هنا تربيع، إذا المقدار الجواب يصير فقرة ب وهو 49. في هذه المسألة 1/81، 3 ضرب 1/3 ن ناقص 2. إما هني أتعامل معه بالتجريب، أروح أجرب العدد مثلا الإجابات اللي موجودة عندي، مثلا العدد 7، إذا جربت 7 فبكتب هنا 7 ناقص 2 يصير أس 5، وبعدين 3 ضرب 1/3 أس 5 يصير 1/3 أس 4. وإحنا نعرف إن 81 عبارة عن 1/3 أس 4، أو أقدر أحلها بطريقة معادلة. طريقة المعادلة بحيث أني أحلل 81 عبارة عن 3 أس 4 مع 3 صار 3 أس 5، هذه 3 جت لأن قسمنا على 3، وبعدين صاروا الأساسات متساوية طيرناهم، إذن نون ناقص 2 يساوي 5 ومنها نون يساوي 7، إذن الإجابة يصير فقرة دال. هنا 2 أس س ناقص 5 يساوي 1، فإن قيمة سين كم تساوي؟ الواحد هذه عبارة عن 2 أس 0، خلينا الأساسات متساوية، إذا أطير الاثنين مع الاثنين، إذا سين ناقص 5 يساوي 0، منها سين يساوي 5، إذا الإجابة فقرة د. نروح إلى المسألة اللي بعدها، باقي قسمة 17/3 هو كم؟ إذا قسمنا 17/3 العدد القريب منه هو 15، قسمة 3 إذن هو الجواب 5، والباقي 2/3 إذن الباقي هو 2، الإجابة فقرة جيم. بالنسبة للفقرة 6 اللي هي فقرة دال الإجابة بالتعويض، إذا عوضنا عن نون يساوي 4، عفوا إذا عوضنا عن نون يساوي 5 فبيطلع لنا تقريب، لأنه قال لنا نون أكبر من 4 يعني نون 5، فبيطلع لنا الإجابة فقرة دال. يعطيكم العافية، تحيات أستاذ زكي الشعلة، شكرا لكم.